اخبار الهارب ايه في الطاقة الحالية، وهناخد منه رسالة كمان. معاك روبي، ما تنسوش اللايكس والاشتراك في القناة. في البداية اللي بيحب يتواصل معايا بيكلمني على الانستجرام او على الفيسبوك، وحط لينكس في صندوق الوصف تحت. واللي برضو عايزني في استشارة بيتواصل معايا وبنظبط الدنيا. الأول قبل ما أبتدي في طاقة الهارب، الطاقة دي خاصة بالمطارد اللي منفصل عن توأمه بقاله فترة محترمة. المطارد المتشافي اللي أخد خطوات في حياته، اللي فعلاً بعد خالص وقطع تماما مع توأمه، وابتدى كده الفترة اللي فاتت يا إما التوأم الهارب يظهر، التوأم الهارب ابتدى مثلا يبعت مسجات، يفك البلوك، حاول يتواصل. انت حاسس بطاقته، حاسس بتواصل روحي رهيب، حاسس كده ان في حاجة قربت تحصل، حاسس كده في موجة كده من الطاقة حواليك. انت لسه مش فاهم الموضوع، يمكن ما تنفذش على ارض الواقع، بس انت قربت كده، يعني ايه، حاسس كده برجوع الهارب يعني ان شاء الله. الهارب ده، سواء طبعا الهارب كان رجل او امرأة، هو متعلق بيك جدا جدا. هو مهما حاول يعني يتفادى التفكير فيك، صورته بتنط قدامه، وده طبيعي قوي. بيحس ان انت يعني وجودك في حياته زي كده ميزان، يعني اليوم ما بيكتملش غير بوجودك. حس بقيمتك جدا، عرف الفرق بين لما انت كنت موجود في حياته ولما انت انفصلت. عرف ان انت كنت كان الخير بيجي معاك، السعادة بتيجي معاك، الاكتمال بيجي معاك، التوازن النفسي كان بيجي معاك. عارف قد ايه ان هو فعلا متعلق بيه، وان هو مش قادر ينساك ولا قادر حتى يبعد عنك. عارف قيمتك بشكل كبير قوي، هو بيتمناك، هو شايفك حاجة عالية قوي، نجمة عالية في السماء، أمنية فعلا نفسه يوصل لها. انت يا مطارد كنت جدع جدا معاه، كنت بتديله كل حاجة، كان بيرتاح في الكلام معاك، كنت بتعمله توازن نفسي زي ما قلت في البداية. هو ما شافش منك غير كل خير وحب وعطاء وسلام، وانت كنت شخص مسالم جدا، ما كنتش بتحب المشاكل، ما كنتش يعني كنت انت رمز الحنية. بس هو فعلا عارف قيمتك وافتقدك، وانت وحشه جدا، وفي طاقة اشتياق رهيبة، وفي انجذاب رهيب، وفي شغف رهيب. هو محتاج يوصلك ومحتاج يتكلم معاك. قبل ما نكمل، احب افكركم بس ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا اللايكس، واللي يحب يتواصل معايا في الاستشارات بيكلمني على الفيسبوك او الانستجرام اكاونت، حاطة لينكس في صندوق الوصف تحت. هو الهارب عايز يقولك ايه في الطاقة الحالية؟ انا مش قادر اسامح نفسي عن كل الأخطاء اللي أنا عملتها في الماضي، ومعرفش أنت هتستقبلني ولا لأ، بس إحساسي الوحيد اللي ممكن يريحني إن أنا أحس إن أنت فعلا سامحتني. أنا بجد آسف على كل الأخطاء اللي أنا عملتها معاك في العلاقة وفي حقك أنت شخصيا. انا نفسي تسامحني، نفسي تغفر لي الاخطاء اللي انا عملتها دي. انا كل اللي انا عملته دوت كان فعلا مش عارف، بس اللي هو كان بدون وعي او بدون قصد، وفي نفس الوقت انا كنت قاصد ان انا ابعد واتجاهل واتحكم في مشاعري،
بس يعني انا ما كنتش بعمل كده علشان انا مش بحبك، انا كنت بعمل كده عشان انا كنت فعلا بموت فيك، بس اتصرفت كده عن قصد بس بدون وعي. قادر تفهمني؟ انا اصلا مش قادر افهم نفسي، بس عندي الشعور ده ان انا كنت قاصد ان انا اعمل كده، بس في نفس الوقت انا ما كنتش عارف انا بعمل كده ليه، كنت بعمله بدون وعي، كنت حاسس ان انا مفروض ابعد او اتجاهل المشاعر دي. او انا كمان افتكرت ان انا كنت قاسي قوي، انا اسف بجد، انا عارف ان انا كنت قاسي وجرحتك بكلامي وجرحتك بافعالي وجرحتك بردود افعالي. هل انت هتسامحني؟ انا مش يعني مش قادر اسامح نفسي، وندمان جدا 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 على اللي انا عملته، ومش ناري مش هتبرد غير فعلا لما اتاكد ان انت سامحتني. انا دلوقتي عندي استعداد ان انا ابذل مجهود في العلاقه، وعندي استعداد ان انا اقرب واصلح من نفسي، وعندي استعداد فعلا للتغيير. انا يعني عايز ارضيك، وعايز ان انا اليق بيك، وان انا اليق بان انا اكون معاك في العلاقه. نفسي تبصلي النظره اللي هي انت فخور بيا فيها، نفسي تبصلي بالنظره اني فعلا مالي عينك، انت حد كبير قوي في نظري ومحترم قوي في نظري وعالي قوي ومقامك عالي قوي وبحترمك فعلا. يعني انا يعني مش بحبك بس، انا كمان بحترمك. فانا نفسي ان انا كمان اشتغل على نفسي واتغير وابقى احسن، ان انا اليق ان انا اكون معاك في العلاقة دي. انا حاسس دلوقتي ان حصل نمو بسيط كده في العلاقة، يمكن طبعا الموضوع يعني واخد مني شوية وقت، بس يعني بعد الفترة الطويلة قوي اللي فاتت ديت، حاسس ان النمو البسيط بس ايجابي، ده في حد ذاته حاجة حلوة او حاجة ايجابية. واقول لك على حاجة عشان تعرف ان انا فاهمك، وان انا فعلا ناوي على التغيير، وان انا مستعد جدا اعمل اي حاجة ترضيك. انا عارف كويس قوي 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 ان انت ما تعاملتش كويس، انت كنت تستاهل معاملة افضل، كنت تستاهل كلام احسن، كنت يعني تستاهل احترام وذوق وجبر خاطر واهتمام وحب. وحتى انا ماليش عذر بجد، والله انا ماليش عذر في اللي انا عملته، بس انا عارف ان انت تستاهل احسن بكتير قوي من اللي انا كنت بعمله في الماضي، وانا عندي استعداد. انا في مرحله ما اعرفش، عيني ابتدت تفتح لحاجات كتير قوي، عندي طاقه كده ايجابيه، انت اللي سبب الطاقه الايجابيه دي، انت اللي بتديني امل في نفسي وامل في العلاقه وامل ان انا اتغير. انت وجودك بيقويني، انت وجودك بيشجعني، حاسس ان انا بصراحة يعني انت اعلى مني، انت توأمي اعلى مني، انا عارف متأكد. وانا كنت بقالي كتير قوي مكسل او مكبر دماغي، انا عايز اشتغل ان انا اللي ارتفع اليك، انا اللي اوصل لك، انا اللي اكبر لك، انا عاجبني الحتة اللي انت فيها، انا عايز بقى اشتغل على نفسي ان انا اكون مؤهل واقدر اوصل لك. هي دي رسالتي، انا عايز اعتذر منك، انا عارف اني عكت كتير، هل هتسمح لي ان انا اقرب وتقبل اعتذاري؟ عندي شعور كده ان انت بتقولي ان انا عمري ما هغزلك، وان انت محل ثقة، يعني ان انا اقدر اثق فيك، وان انا اقدر اتسند عليك، ونقدر نشتغل مع بعض كويس،
ونحط مجهود في العلاقة، علشان أنا فعلا محتاج إن العلاقة دي يبقى ليها بداية جديدة، بداية صح، يعني بداية كده على أسس سليمة. أنا عارف خلاص أنا غلطت في إيه، وإيه هي عيوب العلاقة، واللي أنا عملته كان معظمه بسببي أو كله الحقيقة. وانت كمان عرفت ايه هي عيوب العلاقة وعارف ايه هي المشاكل، فاحنا الاتنين عندنا استعداد كده، او احساسي يعني، ان احنا ممكن نجتهد مع بعض ان احنا نصلح العلاقة. انا محتاجك ان انت تساعدني وتوجهني وترشدني زي ما انت طول عمرك كنت بتلهمني. انا بجد بحبك ونفسي في بداية جديدة. دي كانت رسالة الهارب. هو فعلا واضح جدا ان هو مكسوف من نفسه ومكسوف من عمايله ومكسوف من اللي فات، وفعلا محتاج ان هو يقرب ويرجع وياخد خطوات في موضوع التشافي، سوري، في موضوع العلاقة. هو على فكرة كموضوع تشافي، من اني قلت التشافي، على فكرة هو هياخد شوية وقت معايا. يعني هو ابتدى يعي كده ان هو مصلحته مع التوأم، وابتدى يعي كده ان هو كل اللي فات دوت ما كانش في مصلحته ابدا، هو محتاج تغيير. هو لسه شغال على نفسه، لسه يعني، عارف اللي هو ابتدى بس يعي ان هو محتاج يتغير. ايه بقى اللي هو محتاج يغيره؟ لسه بقى شغال في الموضوع ده. واحساسي كده ان هو محتاج برضو توجيه من توأمه. انا شايفة ان في تطور محترم جدا، ويعني خطوات فعلا واضح الفرق الشاسع في الهارب، وفي طاقته، وفي خطواته، وفي نواياه، حتى لو هو لسه يعني ما نفذش الخطوات دي. فانا شايفة ان شاء الله خير. وطبعا دوت الطاقة دي هتنطبق مع المطارد المتشافي اللي كان بقاله كتير قوي قاطع مع توأمه، وكان فعلا في انفصال وعمل الانفصال الكبير. هتلاقي دي طاقة الهارب توأمه. طيب المطارد المش متشافي، لو سمحت لازم تقطع التواصل، لازم تشتغل على نفسك، لازم تحب نفسك، تزود الاستحقاق. انا كنت عاملة فيديو حلو قوي عن موضوع ان ازاي ترفع الاستحقاق، فبص عليه علشان توصل ان شاء الله لنفس النتيجة، ان توأمك يرجع ندمان ويتمنى الاعتذار ويتمنى ان هو يبقى معاك في العلاقة. بحبكم قد الدنيا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.